حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، الصلاة هي عمود الدين، هي أحب الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله هي الصلاة. يعني إذا أردت أن تتقرب إلى الله تقرب بالصلاة، إذا أردت أن يحبك الله أكثر من الصلاة، إذا أردت أن تكون يعني ضمن دائرة من يحبهم الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة. الآن أنا لدي بعض اللطائف العددية في القرآن حول الصلاة. نحن نعلم أن الصلوات عددها 5. الحقيقة بعض الملحدين والمشككين نفوا أصلا موضوع الصلاة وقالوا هذه عادات وثنية قديمة والإسلام جاء وأخذها، أخذ هذه الطقوس ليسيطر بها على أتباعه وليجبرهم على أداء الصلوات وهددهم بنار جهنم إلى آخره من هذه الخزعبلات. الحقيقة أيها الأحبة، الصلاة أثبت العلماء حديثا فوائدها المذهلة للدورة الدموية والعمود الفقري ولموضوع تصلب الشرايين، ولها فوائد عظيمة جدا، وهي دراسات غربية تحدثنا عنها قبل مدة. اليوم سوف نرى التناغم أو نكتشف التناغم بين الصلوات الخمس وبين القرآن العظيم، لنرى أن الذي فرض هذه الصلاة الحقيقة هو نفسه الذي أنزل القرآن، الله سبحانه وتعالى. أولا قبل كل شيء يجب أن نعلم أيها الأحبة أن عدد الركعات المفروضة في اليوم والليلة هو 17 ركعة. عدد الركعات المفروضة 17 ركعة، وفرضت الصلاة ليلة الإسراء، سورة الإسراء رقمها 17. هذا التناغم أنا كإنسان أفكر يجعلني أتأمل، أتفكر، هل هذه مصادفة أم أن هناك يعني شيء ما؟ أن نجد أن عدد الصلوات المفروضة في اليوم والليلة 17 ركعة، ورقم السورة التي أنزلت فرضت الصلاة فيها أو ليلتها هي سورة الإسراء رقمها 17 في القرآن. هذا التناغم يدل على أن الذي أنزل سورة الإسراء يعلم أن عدد الركعات المفروضة 17، فوضع رقمها أو وضعها في الرقم 17. هذا رقم واحد. الشيء الثاني أيها الأحبة، عبارة صلوات بالجمع كم مرة وردت في القرآن هل تعلمون؟ قلنا الصلوات عددها 5. سنكتشف من خلال البرنامج، تأملوا معي أحبتي في الله، هذا هو برنامج إحصاء القرآن. أنا هنا بحثت عن كلمة صلوات. المفاجأة أن كلمة صلوات تتكرر 5 مرات بالضبط كما نرى بعدد الصلوات 5. الآية الأولى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الآية الثانية: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وهنا الآية الثالثة: وصلوات الرسول. الآية الرابعة: وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. والآية الخامسة: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ختمت بالحفاظ على الصلوات ليؤكد لنا أهمية الحفاظ على الصلاة. الشيء الثاني أيها الأحبة، دعوني أذهب معكم هنا إلى هذا إلى هذه المقالة التي وضعتها على موقعي، وقلت فيها: لقد تكررت عبارة أقم الصلاة كم؟ 5 مرات بعدد الصلوات 5. دعونا نكتشف أيها الأحبة، دعونا نبحث عن عبارة أقم الصلاة كم مرة، ونضغط هنا بحث، سنكتشف أنها 5 مرات. سبحان الله، كلمة صلوات تكررت 5 مرات، كلمة أقم الصلاة 5 مرات. سبحان الله، يعني شيء عجيب. وأقم الصلاة رقم 1، طرفي الليل
طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهنا في هذه الآية أيها الأحبة إشارة إلى الصلوات الخمس. لماذا؟ لأن كلمة طرفي النهار مثنى، وزلفا من الليل، الزلف كلمة جمع، أقل الجمع ثلاثة، والمثنى اثنان ثلاثة، أصبح المجموع خمسة، طرفي النهار وزلفا من الليل. طرفي النهار الظهر والعصر، زلف من الليل مغرب وعشاء والفجر، وهكذا. سبحان الله. الآن الآية الثانية، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. الآية الثالثة، وأقم الصلاة لذكري. الآية الرابعة، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والآية الخامسة، نصيحة سيدنا لقمان لابنه، يا بني أقم الصلاة. سبحان الله. إذن عبارة أقم الصلاة تكررت خمس مرات بعدد الصلوات الخمس. أنا أتساءل، هل هذه مصادفة فقط؟ يعني بالنسبة للمشككين أرجو أن تجيبونا، كيف جاء هذا التوافق وهذا التناغم بين عدد الصلوات وبين عبارة أقم الصلاة؟ دعوني أتابع معكم أيها الأحبة. أنا لدي عبارة أقيم الصلاة بالجمع تكررت 12 مرة، دعونا نبحث عنها هنا. أقيم الصلاة، نرى أنها تكررت 12 مرة هنا، النتائج هنا أيها الأحبة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهكذا 12 مرة كما نرى أمامنا أيها الأحبة. آخر آية فيها، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقرضوا الله قرضا حسنا. إذن عبارة أقيموا الصلاة 12 مرة، طيب كم المجموع؟ أقيم الصلاة خمسة، أقيموا الصلاة 12، المجموع 17 هو عدد الركعات المفروضة. سبحان الله. دققوا معي هنا أيها الأحبة، عدد الركعات المفروضة هو 17 هنا أيها الأحبة. عبارة أقيموا الصلاة خمس مرات، أقم الصلاة خمس مرات، أقيموا الصلاة 12 مرة، المجموع 17 هنا أيها الأحبة. أنا لدي هذه اللطيفة من لطائف القرآن، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الحقيقة هذه يعني لوحة رائعة، أحببت أن نتأملها. حافظوا على الصلوات ثلاث كلمات وأربعة عشر حرفا. طبعا الصلوات هنا كتبت من دون ألف كما نرى، من دون ألف، وكلمة حافظوا من دون ألف. حافظوا على الصلوات ثلاث كلمات، وإذا قمنا بعد الحروف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 المجموع 17 بعدد الركعات المفروضة. والصلاة الوسطى هي في الوسط، وقوموا لله قانتين أيضا ثلاث كلمات، وقوموا لله قانتين، ومجموع الحروف 14 حرفا أيضا، المجموع 17. يعني هذه إحدى لطائف القرآن العظيم أيها الأحبة. ونجد أن عبارة الصلاة الوسطى تتوسط الآية، تتوسطها يعني على يمينها ثلاث كلمات وأربعة عشر حرف، وعلى شمالها ثلاث كلمات وأربعة عشر حرفا. سبحان الله. يعني والله أيها الأحبة هذه الحقائق يعني لا يمكن أنا بالنسبة لي إلا أن أعتقد أن هناك إلها عظيما هو الذي فرض هذه الصلاة، وهو الذي حدد عدد الركعات وعدد الصلوات، وهو الذي أنزل القرآن ووضع هذا الانسجام والتناغم والتوافق والتناسق ليدلك أيها الإنسان على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فرض هذه الصلاة، وهو الذي أنزل القرآن، وهو الذي حفظه من التحريف. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن ينفعنا بهذا العلم، وأن يجعل فيه الخير والنفع لكل من يشاهدنا ويتابعنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.